السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بي ذا فيرست، خليك الأول. معكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. هنحل مع بعض دلوقتي امتحان العلوم محافظة الفيوم. تنتج الأعمدة الكهربية الأعمدة الجافة تيارا كهربيا هيبقى مستمر، بينما تنتج المولدات الكهربية تيارا كهربيا متردد. من التأثيرات الخلوية للإشعاع حدوث تغير في تركيب الخلايا مثل التغير الكيميائي في الهيموجلوبين. الصفات غير القابلة للانتقال من جيل لآخر من الصفات هتبقى المكتسبة، بينما فصيلة الدم من الصفات هتبقى الوراثية. وضع الزهرة في نبات البسلة إما جانبي أو طرفي. صومة تحتها خط تحل بعض الفلزات محل هيدروجين الماء وينتج طبعا هيدروكسيد الفلز. تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بارتفاع درجة الحرارة. ينتج مرض الجويتر عند تضخم فيه هيبقى الغدة الدرقية. يحفز هرمون الانسولين انطلاق سكر الجلوكوز من الكبد هيبقى هرمون الجلوكاجون. اذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بكل من الوحدات التالية: فولت على امبير هتبقى المقاومة، جول على فولت هتبقى فرق الجهد. اكتب المصطلح العلمي: الصفة التي تظهر في جميع افراد الجيل الاول في تجارب مندل صفة سائدة، الكائن الحي الذي يحمل صفة غير نقية الهجين، حالة الموصل الكهربي التي تبين انتقال الكهربية منه او اليه اذا ما وصل بموصل اخر ده عبارة عن الجهد الكهربي، الطريقة المستخدمة في توصيل الاعمدة الكهربية للحصول على اعلى قوة دافعة كهربية هتبقى التوالي. ده علامة صح أو خطأ. تتكون مادة صفراء عند تسخين كربونات النحاس بشدة، خطأ. المول لكل لتر وحدة قياس تركيز المتفاعلات أو النواتج في التفاعل الكيميائي، صح. الكروموسوم يتركب كيميائيا من حمض نووي يسمى الدي ان ايه مرتبط مع بروتين، برضو صح. من الصفات السائدة في الإنسان وجود غمازات بالوجه، صح. وضح بالرسم كيفية توصيل ثلاثة أعمدة كهربية القوة الدافعة الكهربية لكل من العمودين الأول والثاني 1.5 فولت والعمود الثالث 3 فولت للحصول على بطارية قاف دال كاف لها الأولا 4.5 فولت. طبعا ال 4.5 فولت هنوصل 2 توازي وجنبها 1 توالي. الثلاثة فولت هنعمل عمودين فوق توالي اللي هو 1.5 و1.5 هنعملهم توالي جنب بعض، واللي هو الثالث اللي هو التوالي هيبقى تحته توازي، يعني 2 توالي فوق ومعهم الثالث توازي. الطاقة النووية هنستخدمها طبعا في تشخيص وعلاج بعض الأمراض مثل السرطان. الأميتر هيبقى قياس التيار. القزامة نقص إفراز هرمون النمو. المبيدان تحفيز نمو بطانة الرحم. ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب: العملية الكيميائية التي تفتقد فيها ذرة العنصر الإلكتروني الأكثر هتبقى الأكسدة، التغير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة في وحدة الزمن سرعة التفاعل، قانون الأول لمندل هيبقى قانون انعزال العوامل، الصفة التي تكون دائما نقية هتبقى الصفة المتنحية. باستخدام المواد الآتية: حمض الهيدروكليك المخفف، محلول كلوريد صوديوم، محلول نترات فضة مع الحيكربونات الصوديوم. وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة كيف تحصل منها على راسب أبيض وغاز يعكر ماء الجير. طبعا راسب أبيض هناخد كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl زائد نترات الفضة اللي هي AgNO3 هيدينا NaNO3 زائد AgCl. غاز يعكر ماء الجير هناخد بقى اللي هي كربونات الصوديوم Na2CO3 مع حمض الهيدروكليك اللي هو 2HCl هيدينا 2NaCl زائد CO2 زائد H2O. اختر الإجابة الصحيحة أيا من المواد التالية لا تعطي ناتج أسود عند تسخينها هيبقى HGO. في التفاعل هيدروجين زائد أكسيد نحاس يدينا نحاس زائد ماء يعمل نقط كعامل مؤكسد طبعا أكسيد النحاس. عند مرور تيار كهربي شدة 1 أمبير في موصل لمدة نصف ساعة فإن كمية الكهربية المرة عبر مقطع من الموصل تساوي 18. في الدينامو تتحول الطاقة نقط إلى طاقة كهربية هتبقى الطاقة الحركية. اكتب مثال لكل ما يأتي: كمية فيزياء تقاس بوحدة الجول هيبقى الشغل. مصدر صناعي للتلوث الإشعاعي هتبقى المفاعلات النووية أو القنابل الذرية. تفاعلات كيميائية تحتاج لملايين السنين هيبقى تكوين النفط أو البترول. عامل حفز موجب ثاني أكسيد المنجنيز. احسب مقاومة سلك كهربي فرق الجهد بين طرفي 4 فولت عندما تمر فيه شحنة كهربية مقدارها 6 كولوم لمدة 3 ثانية. أول حاجة هنجيب شدة التيار، هنقسم كمية الكهرباء على الزمن يعني 6 على 3 تطلع فيها 2 أمبير. بعد كده هنقسم عايزين نجيب المقاومة اللي هي مين بتساوي جيم على تيه يبقى 4 على 2 تطلع 2 أوم. أتمنى لكم التوفيق دايما. كان معكم مستر هيثم التركي من قناة بي ذا فيرست، خليك الأول. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.